في سلسلة تساؤلات الوقت الحاضر هنبتدي جزء 5 بعنوان الحماية، والأجزاء كلها جاية من خلال أسئلة وتساؤلات جات لي وأنا بحاول أجاوب عليها. مثلا سؤال: هو اللي حصل الأيام دي رسالة حتى نطلب وجه الرب ونركز في الحياة الروحية ونحن نعيش في العالم الشرير، أم ما هو تفسير ما يحدث؟ سؤال تاني بيقول: أنا داخل البيت فعندي حماية، أما بالنسبة أهلي اللي خارج البيت فهل أنا أعلنت أنا الحماية عليهم لأجلهم يصبحون في الحماية أم لا؟ فالسؤال يعني الحماية، أنا في الحماية ولا لا، ومين هم اللي في الحماية؟ خليني أبدأ معاكم الإجابة من خلال آية مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها، من خروج 15 عدد 26. خروج 15:26 بيقول كده: إن كنت تسمع لصوت الرب إلهك وتصنع الحق في عينيه وتصغي إلى وصاياه وتحفظ جميع فرائده أو توجيهاته، فمرضا ما مما وضعته على المصريين لا أضع عليك، فإني أنا الرب شفيك، أو نقدر نقول فأنا الرب حميك. طول ما أنت أولا بتسمع لصوت الرب وبتصنع الحق وبتصغي إلى وصايا توجيهاته وتحفظ جميع توجيهاته برضو المباشرة، فمرضا ما مما وضعته على المصريين لا أضع عليه، فأنا الرب شفيك وحامي. لكن كمان عشان نقدر نفهم أسلوب الحماية، الرب في خروج 12 قال للشعب بتاعه انه كل واحد ياخذ شاه بحسب بيوت، شاه واحدة لكل بيت، وان كان البيت صغيرا ان يكون كفوا لشاه ياخذ هو وجاره القريب من بيته بحسب عدد النفوس. فبيقدم ده فصل او ذبيحة البيت، وهنا الفوكس إن الحماية في البيت، لأن الرب بيقول إني أجتاز في أرض العبودية في هذه الليلة وهضرب كل بكر في أرض العبودية اللي هو خارج البيت خارج الحماية من الناس والبهائم، وأصنع أحكاما بكل الآلهة الوثنية. فالحماية في البيت، والكل بيت في ذبيحة أو شاه بتذبح. عشان كده الحماية إنك تكون داخل مش بيت حرفي لكن بيت روحي، لأن الكلام هنا ليه بعد روحي، فإنك أنت تكون داخل في بيت روحي، علاقة اسمها علاقة عهد. عشان كده في عدد 23 بيقول كده: أرى الدم وأعبر، فحين يرى الدم على العتبة العليا والقائمتين يعبر الرب عن الباب ولا يدع المهلك يدخل بيوتكم ليضرب. لازم تتأكد إنه الدم اللي هو علاقة العهد الرأسي مع الرب والأفقي مع الجسد اللي انت جزء منه، هو ده علاقة الدم اللي بتحمي ان يكون في علاقة في بيت، لان الرب لما مات على الصليب ما ماتش علشان ناس كده كل واحد فراض على, 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 على دماغه، ولكن مات لاجل الجسد، لاجل الجنيسة الروحية هي المنوط بيها او الهدف منها هو إتمام امتداد ملكوت الله
كما في السماء كذلك على الأرض. فالسؤال، هل أنت في بيت ولا أنت لوحدك؟ رب يقول كده أنه بيجمع المتوحدين في بيت، هو أبو اليتامى وزوج للأرامل. يعني حتى اللي ملهوش أب وملهوش أم، الرب هو زي ما قال داود كده أن أبي وأمي قد تركاني لكن الرب يضمني. حتى الأرملة اللي زوجها مات، هو زوجها بالعهد، بعلاقة عهد. فالرب بيجمع كل المتوحدين دول في بيت، علشان الرب مش بيموت لأجل ناس، مش مات لأجل ناس فرادة، لكن مات لأجل مجموعة ناس متحدين برأي واحد، بروح واحد، بفكر واحد، وبغرض إلهي واحد. والسؤال اللي لازم انت تسأله لما انت بتسأل الحماية، انت في بيت روحي؟ هل انت في شركة روحية؟ والشركة مش لازم تكون بالجسد، زي البيت مش لازم يكون طوب وأسمنت، بيت روحي. الشركة أيضا ممكن تكون شركة روحية، ممكن يكونوا أعضاء الجسد بعيد عن بعض بمسافات أو ببلاد حتى، لكن هم مرتبطين بالروح بالقلب. فأنا عايز أقول لك، الرب بيقول كده، إن كنت تسمع لصوت الرب إله، وخد بالك إن هنا بيركز على كلمة صوت الرب إله، لأنك أنت عشان تسمع الرب إلهك لازم تسمع صوته من خلال من أرسله لحياتك، وتصنع الحق في عينيه. مش بس تسمع، لكن تعمل اللي بتسمعه في عينيه، يعني بالقياس بتاعه هو، مش بالقياس بتاعنا بتاع الأعذار. وتصغي إلى وصاياه، يعني إلى مبادئه اللي ما تنحرفش عنها. طول ما انت كلمة تصغي غير تسمع، تصغي يعني تسمع ب ب ب بإصغاء وبعمق إلى مبادئه. وتحفظ جميع فرائده، يعني تحفظ جميع توجيهاته من خلال من يرسله الرب ليوجهك، لأنه عنده كلمة من الرب لحياتك. النتيجة بقى إيه اللي يحصل؟ مرضا ما مما وضعته على المصريين لا أضع عليك. بمعنى الرب كل الهدف من الذبائح ومن الأشياء دي هو إخراج شعبه من الحالة العبودية، من القيود، من الخوف، من الخزي، من عدم الفهم الروحي، من كل ما يقيد الإنسان، صغر نفس أو كبرياء أو رفض أو مشاكل، كل دي كلها قيود بتقيد، هي تخلينا كأننا عايشين في أرض العبودية. عشان كده المرة الوحيدة اللي الرب سمى فيها شعبه إنهم كنيسة، لما خرجوا من أرض العبودية وهم في البرية. فيقول كده في الكتاب، الكنيسة التي في البرية، أول مرة تذكر كلمة كنيسة للشعب لما خرج من العبودية. السؤال، هل أنت في خرجت أو في طريقك للخروج من العبودية، ولا مش واخد بالك؟ فأرجو أنك أنت تاخد بالك، لأن كل شعب الرب اللي في بيت الرب في الحماية، بتكلم بالحماية وبالنعمة وبالفهم وبالحكمة ليك وليكي وليكم كلكم. آمين.